مرحبا أصدقائي في قناة العافية التقنية، أسعد الله أوقاتكم في كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية قبل ما أفوت بالموضوع بحب أنوه على شيء أو لموقف صار معي بالقناة. إجا واحد من اللي عامل حاله رجال، وهو طبعا مش رجال، أنا بعتبره مرة، طبعا سوري على الكلام ولكن لازم تسمعوه بس دقيقة من بعد إذنكم لحتى تعرفوا أنا أبو لارا كيف عم بواجه ناس خلال يعني تواجدي بجروب موبيزي وخلال تواجدي على القناة وخلال تواجدي مع يعني وتعاملي مع الناس. اجا طبعا قال بما فيه الكفاية وحكى كلام بصراحة كلام بضر وكلام يعني كلام ما بعرف، بدل انه ولد، بدل انه بعده بيبي، بعده برضع. فانا ما بهتمش، انا بقول له شغلي للي عم بشوف الفيديو، وانا متاكد هلا حيشوف الفيديو، بقول لك شغلي يا معلم، ابو لارا قاعد على قلبك، ابو لارا باذن الله قاعد على قلبك، وخليك موت قهر انت وغيرك، موت قهر انت وغيرك، مع احترامي للجميع طبعا، بس انا عم بحكي عن الناس اللي قاعدة بتحفر من تحت وعم تحفر من ورا ظهري. مطهر انت وغيرك، ابو لارا قاعد وباذن الله حضلني مثل ما انا، ولا غيرك، لا انت ولا غيرك بحركوا شعرة من شو تحكي لك، شعرة من اجري او اطفر اجري. فالمهم ما علينا، بس عم بتوصل هاي الرسالة. من فترة عملنا أصدقائي شرح عن موضوع كيف تعمل مكالمة وهمية، عفوا مكالمة وهمية. طيب أنا بدي أفرجيكو تطبيقات المكالمة المهوية الوهمية عفوا كيف عليها طلب على جوجل بلاي. شوف يا عزيزي ده هذا التطبيق اسمه ماجيك كول فويس تشينجر. هذا الماجيك كول عليه 10 مليون تحميل وغيره وغراته. فتعمل هيك تطبيق ممتاز جدا، ممتاز جدا يا عزيزي. انت شو يعني اعطناك كود، انت ابدع هلا، هاي فرصتك. تطبيق، تعمل تطبيق ماجيك كول ولا اسهل من هيك. تاخذ الكود هلا هشرح لك كيف، وبتحطه في موبيزي وبتعمل الماجيك كول يعني صفحة رئيسية، او اذا بدك تحط اكتر من ماجيك كول بنفس التطبيق، بتغير الصورة، بتغير الصوت، انت حر. طبعا في عندك تطبيقات بتغير اسمها فويس تشينجر، لو رحنا فويس تشينجر عندك كثير تطبيقات بتحكي اي شيء بدك اياه، بدك صوت مرة، صوت ولد، صوت زلمي، صوت كذا، بتحط بالماجيك كول اكتر من شخص وتحطه بتطبيق واحد. بدك تعمل تطبيق واحد ماجيك كول انت حر، بدك تعمل تطبيق ماجيك كول او مكالمة مهوية، مكالمة وهمية، مش عارف تعليش بتعلق معي، مكالمة وهمية اكتر من واحد انت حر، بدك تعمل بس واحد انت حر. تمام تمام، انا بعطيكم الفكرة انتوا عليكم تطبقوها، تمام، وانا هعملها يعني، ما تفكروش انتوا لحالكم يعني، ولكن انت بدك تاخذ بعين الاعتبار الحقوق. انت بتستخدم شخصية مشهورة، يعني انا المكالمة هو استخدمنا ميسي، ولكن انت ما بتستخدم ميسي، يعني صورة ميسي ما بعرف، انا ما بعرف صراحة ما جربت، ولكن جربها ممكن، ما لانه ماجيك كول يعتبر انه عادي اتصال مش حيعمل لك مشاكل، ولكن انت اذا حاب تغيرها انا هعلمك كيف تغيرها. حننتقل للتطبيق تاع الماجيك كول واعلمك كيف تغير الصوت وتغير الصورة بالتطبيق، وكيف تعمل اكثر من ماجيك كول بنفس التطبيق. طبعا احنا هذا الكود شرحناه، تمام، هلا انت كيف تعمله وكيف تعدل عليه هلا هعلمك، اوكي. يعني شوف لما يجي الماجيك كول، يعني في كتير ناس بتحب هذا الشيء، وفي كتير ناس بتحبها بترغب هذا الشيء، انه بكون قاعد بمكان بحب يعمل حال انه حدا بتصله، بيعمل حاله شيء مشهور، فكتير ناس بتحب هذا النوع من التطبيقات، كتير ناس بتحب بتنزل هيك نوع من التطبيقات. لذلك انا
حبيت اشرح هذا الموضوع لانه كتير ناس طلب مني انه اشرح كيف اذا بدي اعمل تطبيق مكالمة وهمية على موبيزي. فانت بتختار الكود وبتحطه عندك ب HTML هون HTML بتختار الصفحة، نرجع هون بتختار الصفحة HTML هوم بيج تمام، وفيك تختار بصفحة حرة HTML element بزبط معك الخيارين تمام. فلو رجعنا حطينا ابدأ، حطينا فهي احدى تطبيقات ممكن انت تعملها وتحطها وتنزلها على جوجل بلاي. هلا كيف تعمل اكثر من واحد من نفس التطبيق؟ بتعمل اضافة صفحة، يعني انا مثلا اضافة صفحة بعمل مكالمة، خلينا نكتب ماجيك كول 2، نعمل نوع الصفحة HTML هوم وانشاء. طبعا هو لانه انا كاتب بالانجليزي ماجيك اوكي هي. طبعا فيك تعملها نسخ 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 وتعمل اكتر من ماجيك كول، هاي كلياتنا بنعرفها. منين نجيب الكود؟ بنروح على تطبيق HTML هوم، انا عشان ما اطول بالفيديو هنروح على الأكواد. أكواد احترافية، ننزل لتحت عشان ما نطول. ده هو هاد، شفتوه الكود. نعمل كوبي، نروح على موبيزي، بعمل إضافة، بشيل هاي هيك العين، خلي العين تبين. في كتير ناس بتواجه هاي المشكلة، أنا يا أبو لارا ما عم بعرف أعمل HTML، خلي العين تبين. ونعمل شو؟ كوبي يا صديقي، هي بس ليعبي. عشان ما اطول بالفيديو خليه بس يعمل نسخ للكود. طيب اصدقائي، بعد ما نسخنا الكود شفتوا الكود كلياته؟ انا ما بهمني، انا بهمني شغلتين بالكود اغير. الصورة اللي بيطلع فيها ليون ميسي، او ثلاثة شغلات، الصورة اللي بيطلع فيها ليون ميسي والكلام اللي شفتوه انه ليون ميسي اتصل بك والصوت. بدنا ننزل شوي بدنا نغلبكو معنا، هذا الكلام كلياته انا ما بدي اياه، انساليه. بتروح هون شوف بعد فيد كلاس كارد ايمج كونتنت سورس ايكوال نقطتين فوق بعض HTML، شفتها هاي هون؟ بتغير صورة الشخص اللي عم بتصلك، بتغير صورة الشخص اللي عم بتصلك. تختارها جيف، شو يعني جيف؟ متحركي، كيف احنا صورة الميسي لما هيك برم نفس الشيء. كيف بدك تجيب صور متحركة؟ في موقع اسمه jiffy.com بيعطيك صور خير الله. طيب مشان ما تقولوا لي يا ابو لارا، ها jiffy استنى اشوفكم، عفوا عفوا عفوا، jiffy هاي شوف جيفي اسمه شيء ما بعرف. المهم حط مثلا يا سيدي مثلا مين بدك؟ سبايدر مان، هاي سبايدر مان. مثلا خذ هاي الصورة، مثلا هاي الصورة، أي صورة هاي، يعني شوف أنت شو بدك يا صديقي. بتكاش حط أنجري أي شيء أي شيء أي شيء، مثلا اكتب
مات مان مثلا. اكتب يا سيدي خلينا نقول calling man. شوف انت دور يا صديقي وشوف انت اللي بناسبك. انا ما حطول بالفيديو كتير مشان الناس ما تتفلسف كتير. فهون انت بتختار شو الصورة، اخترت الصورة من هون نزلت عندك، بتروح على التوب فور توب، بتروح على التطبيق. المشكلة انا ما بدي اطول الفيديو، تطبيق اسمه هنا افرجيكم التطبيق اسمه هذا كويك اي بي. كويك اي بي فيك تعمل مباشرة الصورة، تعملها لينك تمام ماشي، او توب فور توب اللي بدك اياه. في كتير مواقع تعمل لك الصورة رابط اللي بدك اياه. منروح هون زي ما حكينا، تنسالي اول شي انزل 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 انزل، شفت هاي كارد كولينج افاك كارد، تحتيها مباشرة هون بتغير الصورة، شفتها اياها هون بتغير الصورة تمام. تنزل تنزل كل هذا الحكي انا ما بدي اياه. تنزل تنزل ايوة انا بدي اغير هون، بدل ميسي بتحط اللي بدك اياه، بتغير هاي الكلام هذا كله شفتوه، هذا بدك تحط شو ما بدك حط تمام، شو ما بدك حط. انا مشان الفيديو ما تطول ما حغيرها تمام، انا بعطيك الزبدة وانت كمل يا صديقي. تنزل لتحت هلأ هون المهم علمناكم تغيروا شغلتين كيف الكود يتغير. هلا هون لانه عشان ما اطول بالفيديو كثير حنزل اللي بدي اياه، ضلك نازل تحت 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 لانه كود طويل. نزل لي تحت 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 تحت. تمام بعد ما نزلنا لتحت تحت طبعا على الكود، شوف مشان تركز انت وين راح نلاقيه تمام. تروح على اشي اسمه هون عشان انا اعلمك، بتدور بتنزل بتنزل بالكود، شفت هاي انر اتش تي ام ال سكند 60 بلس سكند 1000، بتنزل على شيء اسمه ماي اوديو 2. هذا هون الكود تبع اللي بحكي، هذا هون الكود تبع اللي بحكي. يعني لما انت تعمل فويس تشينجر تشينجر نعم وتعمل وتنزله على التوب فور توب، بتغيره من هون تمام. فاذا ثلاث شغلات قلنا لك بتغيرها، بتغير الصورة بتغير الكلام وبتغير الصوت. بتروح على ايش اسمه فار ماي اوديو 2، ركز معي فار ماي اوديو 2 تمام، بتغير فار ماي اوديو 2. انا فينا اعملها هلا قدامكم ولكن الفيديو حيطول كثير والناس طبعا ما بعجبها يطول الفيديو، فلذلك انا بس بعطيك الزبدة وانت يا صديقي ابدع. اتفقنا يا اصدقائي ثلاث شغلات، الصورة حكيت لكم كيف بتغيروها، الكلام كيف بتغيروا، وهاي هون بتنزل بتلاقي شيء اسمه var my audio 2 var my audio 2 new audio، منشيل من هون شفت هاي من هون تمسحها هيك 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 تمسحها هاي كلها، عفوا شنو وحدي تمسحها وبتحط رابط الصوت. رابط الصوت فيك تعمل شغلة انت هون، بتروح على موبيزا اي صفحة بتعمل داونلود للصوت تمام، وبتاخذ الرابط من موبيزا وبتحطه هون عن طريق اللينك تمام. الشغلة سهلة ما بدها شيء، ما بدها اختراع صاروخ. وبعد ما تخلص صديقي تكون انت جهزت التطبيق وبتروح بتنزله على جوجل بلاي. هاي فكرة التطبيق مكالمة وهمية اسمها ماجيك كول، مفرجيتكو انا كتير مغروبة كتير مطلوبة. فويس تشينجر سميها لا اول فويس تشينجر ما بتزبط، المهم سميه مكالمة وهمية وانا هعملها، يعني هنزلها على فون هنزلها على جوجل بلاي ان شاء الله اليوم بكرة بالكتير. وكان الله يحب المحسنين. هاي كان بس شرح كيف تصنع تطبيق مكالمة وهمية
على موبيزي، لأنه طلب مني كيف نشرح كيف نسوي. وهاي هي يا صديقي، بتغير أول شيء الأوديو، بتنزل تحت ماي أوديو 2، بتروح بتجيب الصوت بطريق عن طريق HTML لينك، وبتغير الكلام وبتغير الصورة اللي بدها تطلع لما حدا يتصل لك. وهيك انت بتكون غيرت اللي بدك اياه يا صديقي. وبدك تغير الصورة الخلفية كمان بتزبط معك، ولكن احنا ما حنا نفوت فيها. صورة الخلفية بتغير من هون، بتروح على اشي اسمه باك جراوند ايمج، بتغيرها زي ما بدك، بتحط اللي بدك اياه. تمام، انا مشان ما يطول الفيديو ما احكي فيها كثير. فهاي هي اصدقائي فكرة التطبيق، اتمنى نكون فدناكم بالشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وننتقل ان شاء الله بعد هذا الفيديو، فيديو افكار تطبيقات اجنبية من اكواد HTML اشتغل عليها صديقي، وحنعلمكم او حنقولكم شي هي هاي الافكار التطبيقات، لانه في موسم هلأ مهم جدا تعمل هاي الافكار او هاي التطبيقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.